ثلاث صفات بتهرب البنات من شريف الزعبي. بعرف اخلي اختي ترقص. تشتغل سكيورتي بنادي ليلي ولا مؤلف اغاني لحمو بيكا؟ لو ما رجعتش لي بقلبك تاني هنا. او امك اذا جايبت لك ميوزك خاوه. خاوه بالظبط. ويا جماعة الخير، أسعد الله مساكم. حلقة جديدة من كبسة عمين على أثار أردن، على تاريخ كوميديا، على أستاذ جامع، يعني تعددت الألقاب والشخص واحده. فنان موسيقي، بروديوسر، هلكنا شريف الزعبي. نعم، أقدم من البطرة في الأردن. جايك جايك يا جماعة الخير. وصلنا السابع عند ام كيس با صالون مصطفى الخطيب. مين قاعد بيحلق عنده؟ بالزعبي. عليهم عليهم. دقيقة حطي يا بصرف انت ولك ما انا عامل لك وكمان اعدل لك الحلقه الصبح. علي الحلقه؟ علي ولا عليك؟ لا عليك. عليك انت بتعرف؟ والله ما بعرف، والله العظيم ما بعرف. علي ولا عليك؟ مصورين بحجر. وكل الصبح الصبح وبخطط وبقول لي فواز وهلا جاهز، وقال لي شوي وبرجع لك. قبل شوي بحكي له بحكي له بخطط. مرتوها فيه؟ جيجي مزد؟ ماس يا مزد؟ أو الدين؟ يلا إيش؟ حلق ولا ما حلق ولا شو؟ لسه ما حلق دين. خلي يحلق لي بصرفك. أطلع معك يا أخواني. طب ما أخذ مصطفى هسا. عسل عسل يا زلمة. الصبح عم ببعث له المسجات وببعث له اقرأ الحلقة ودنيا. ما بيقدر بالتلسكوب إيش علي؟ أبو الزعبي عسل. يلا يلا خلصوا. يلا سريع. يلا إيه خلاص. ما شرفك في مليون حيحضر حلقة. خلنا نطلع. يلا يعطيك العافية. استنونا في حلقة كبسة على شريف الزعبي في ام كي سبا. أبو الخطيب اقطع. أسعد الله مساك يا أحباب القلب بكبستة اليوم. عبو الزعبي نعيماً. الله يرحمه. ولك نعيماً. كيف زبطت معاكم مع الطاقم؟ أنت أخذت مغادرة. قالوا لي هي عند مصطفى. أنا حكيت بديش أحكي لمصطفى حتى. مع إني مصطفى بقول له كل شيء بس هاي ما قلت له شيء. إيه أبو الزعبي. يا سيدي. طبعاً أنت زلمة قديم بالسوشيال ميديا وحبيب الكل. الله يسعد قلبك. إحنا إخوان. أنا أول ما جيت على الأردن لما شريف قال لي حاب اقعد معك عشان برنامجك حسيت حالي انا عديت. هسه برين بردش. المهم ابو الزعبي قول. كبسي اسئلتها عشوائيه حلوه. يعني رح تطلع من هون ولا حد زعلان منك. هذا اهم شيء. المفروض تكون غيرت الاسئله لانه انا لا والله اللي اعطيتني اياهم ولا شيء. اقسم بالله ولا شيء. هذول انا كتبهم. طيب يلا قول. ثلاث صفات بتهرب البنات من شريف الزعبي. ثلاث صفات بتهرب البنات من شريف الزعبي. انها ما تكونش صفات منك انت فيك. مني انا. ثلاث صفات موجوده عند شريف الزعبي بتهرب منه البنات. الاكل الكثير هذا اول شيء. حلو. لانه المفروض هي لما اطلع ديت مثلا او انه بدي اتعرف على وحده وكذا على اساس ايش نطلب ستيك ابيتايزرز. انا لا بضل بلش من ورا من الحلويات. ترجع لبطاطس بعدين الثلاث ساعات بضلني اكل. هي بتستغرب. حلو. هاي واحده. هاي واحده. الشغله الثانيه اني انا بنام كثير. حلو. الشغلة الثالثة إني بحب أطلع بالسيارة ألفلف بالساعات.
وهاي الشغله ما بتحبها هي بتزهق الشباب مش بس البنات. ثلاث صفات مش موجودات بولا شاب بالاردن الا عن شريف الزعبي. هاي صفه انسى جد مش موجوده غير هون اثنين الحمد لله. اثنين الاولى الصدق، اثنين فنان طبيخ، مجرم طبيخ. مجرم، انا بعرف اطبخ بطريقه قليات وقليات. اسمع، من الـ من الـ من القلي البيض وصولا الى طناجر العربيه. الثالث سيدي تشخور انت نايم. انا لا مش بشخور. انت عديت مرحله التشخور، انت صرت تنام وانت قاعد. احنا انت بتعرف في وزن معين بتصير تنام وانت قاعد. انا عندي سيمفونيه خاصه في وانا نايم. شخويه مش انا بصحي. لا انا بصحى على شخويرتي. جد تحكي؟ بنزعج. لا بنزعج وبقوم ببهدل حالي وبرجع بنام. حلو. وبعدين اسمع، بتعرف هاي الشخويره لما انت تكون مثلا في مؤتمر ولا إشي فتصحى من صوتها؟ انا هاي بتصير معي. تنقز؟ وبنقز بعمل هيك. قلنا عن عرضك. ايوه بالضبط. ما اتقل دمك. ما اتقل دمي. إيه ابو الزعبي قول. بقول لك طريقتين يدخلوك مكه مول قبل 15 سنه، فيش غيرهن. هو اني اكون مع امي. حلو. او الاقي لي ام على الباب. مش حال. مستحيل. يعني لازم انثى. هلكت. هلكت. خالته تقدر تحكي اني كان اسواني طلع علي انه مالك ولا. لا وبعدين تعلق. اختار ام شقره. دقيقه. مالك ولا. تعلق مع حجه وبعدين تقول لك ليش شايفني ختياره انه تكون امي؟ طبعا هي ايش؟ عندها تتظبط، هي جاي عمول. عندها احفاد بكون. ثلاث صفات لازم تكون فيك عشان تتخرج من مدرسة حكومة. طبعا لازم اعرف انط من السور مبدئيا. حلو. في ارتفاع معين هذا لازم تنطه. اسال مصطفى خلص ثاني كمل. انا دراستي بالمدرسة في حكومة في ايام العين الامارات. اسمع اجباري، لازم بعد المدرسة، لازم بعد ما تتخرج تكون بتعرف تمشي بالشارع حافي. وانت حافي. حلو. لانه احنا كنا نلعب كرة درس حرارة 83 على الساعة 2 الظهر. ولازم اعزيد الثالثة. الثالثة احكيها. قول انت. لازم تكون مدمن ساندويش زعتر. طبعا. واسكى ساندويشة في الدنيا اللبنة. اذا بخك بقوت لتركي انسى. يعني بزبطش تتخرج. معلم 12 سنة زعتر. بيجي هسه عمود زعتر بقول لهم مزاكي. اسمع، الاكل الوحيد اللي ما فيهاش تيسترز هم الزعتر. جد ستاندرد. خلاص. بيجي لك واحد جايب لك زعتر طازة. لا بقول لك زعتر اردني وزعتر فلسطيني وزعتر مصري. حتى الزعتر عنصريين فيه. والله اقسم بالله. ثلاث صفات لازم يكونوا فيك عشان تكون فاتح حساب قوي على التيك توك. بعرف ارقص. حلو. بعرف اخلي اختي ترقص. كملها. كملها. حطلعها. طلعها. الثالثة قول كمان واحدة. الثالثة قال لازم امي تكون منيحة بالرقص مثلا. قال منيحة بالرقص ماشي حالها. الثالثة اذا انا ما خليت حدا من العيلة، العيلة يخلوني انا. يعني انا ما ضبطت اختي على الهاي، اختي بتضبطني على الهاي. بتمشي امور بعض. ايوه بالضبط. انت جد دكتور جامعة؟ جد وطلاب قدامك. طب كونك انت كوميدي تطلع على التلفزيون بيحترموك ولا بيقولوا لك ولا فؤاد؟ اسمع، تخيل انت استاذ قال ولا فؤاد مالك. اسمع، وتكون قبل بيوم طالع بحلقه مثلا الهبيله. اقنع ام الطالب يحترمك. هاي مشكله. لكن انا بدي اقول لك شغله، الناس او الجمهور بيعرف انه انت محترم حتى في تمثيلك. يعني انا هم بشوفوني في المسلسلات تمام انه ممثل والى اخره وكوميديان وكذا. خصوصا جلطه الموسم هذا. انا ملطشه لليل. اللي هي زوجتي في المسلسل. لكن هم بيعرفوا على السوشيال ميديا اني انا راكز، فثاني يوم ما بيكونش هذا الحكي. اما لو انك على السوشيال ميديا لا ولا راحت ولا راحت ولا استاذ ماله بقى. وبعدين انا صرت طلابي على طول. بالضبط. انسوه، هذا مش ضروري. اللي بعدين هاي عدوى. يعني اذا ما احترموني مش هيحترموا الكادر التدريس كله. عسل. خلصنا فقرات عشوائيه مع ابو الزعبي والنقطه اللي بعديها. يلا سيدي. طبعا ابو الزعبي كونك زلمه قديم وابن حاره. طبعا زينا. طبعا. والزمن مش جاير عليك، داعسك داعس. خبط عليك، فاهم؟ خبط عوجك. هذا اسمه اربد. بدي احكي لك عن فقره المهن. قول. المهن يعني الصنايعيه والقصص. أيوة. هاي بدي احكي لك
كلمه او جمله مقوله وتقول لي مين اللي بيستخدمها اكثر شيء في المجال تبعه. كلمه بيحكيها الصنايعي مثلا. انت اختار. اوكي. الشغل النظيف بده وقت، مين اكثر صنايعي بيحكيها؟ الشغل النظيف بده وقت؟ هذا اكثر من حدا، بس اكثر حدا الدهين. الدهين اللي بده يقعد لك اسبوعين في الدار. اسبوعين ثلاث. شغله بالضبط. بكون فاتح ثلاث ورشات غير بتاعتك. احمد الله انك لسه عايش. مين بحكيها؟ ميكانيكي. لما تصل له هاي ميكانيكي تصل له شو من كان، لو معك بورش احمد الله انك وصلت عايش. طب ليش اذا ما انت شايفني بالدم بلحن على مطور. بلحن على مطور يعني انسى. مين الحمار اللي كان شغال قبلي؟ مين بحكيها؟ مصطفى الخطيب. المشكلة بكون حالك عنده. الشب انت حالك عنده؟ لا انت بدأ ايه؟ اخوان اكثر واحد ناقص بالحلقة تاع الصوت. خفان عقله انطرش. بتطلع بالشريف هيك قاعد هيك قاعد هيك هيك قاعد. حبيبي يا غصان. مع الوقت بترخي، مين بحكيها؟ اما بياع الأحذية أو الأواعي. أو اما كده جايبيت لك ميوزك خاوة. خاوة بالضبط. أي صنايعي اللي بحكي لك راح أعمل لك برنامج ترند؟ والله إذا اعتبرتهم صناعية أنا بعتبرهم صناعية. زي قلي الفلافل. المشاهير. مشهور الأردني. قوي قوي. المشاهير زيدي. ما بتحكي مع واحد إلا بقول لك أعمل لك إشي ترند. ما بتحكي مع واحد إلا أعمل لك مفاجأة استنوني. إلي بستنى سنة. كل ما أفتح ستوري واحد طالع يقول لك ترقبوني استنوني. يابا شو في مالكو؟ أنا عامل برنامج بعد رمضان ولا حد يستنى. ولا حد. اللي حب يحضر يحضر، ما حدش يستنى. ولا تترقبوش. ولا تترقبوني. أي صنايعي بحكي لك إحنا شو بالنسبة لبعض أو بكرة جاييني عريس؟ واحدة مكبسة معها عجيزة. واحدة مخنجة بدها تتجوز. هاي صنايعي. هاي صنايعي. هاي بطلت عروس بطلت بنت. اللي بتخش هيك هاي صنايعي. زي مهنة الداية. هاي بدها تخلص. كيف مواصفاتها؟ كيف كذا؟ كيف تحسها شف؟ بدها تحضر لك بكرة جايين عريس. احنا شو بالنسبة؟ خلصني عندي شغل. دخل صنايعية. انت صنايعية. خلصت فقرة الصنايعية. نطلع اللي بعدين. فقرة ابو الزعبي اختار بين هيك او هيك. اعطيك كم شغل نشوف انت شو نظريتك لهي القصص. 500 ليرة شهري ولا تبطل توكل منسف؟ شو راح توكل بدال المنسف؟ 500 ليرة شهري أو أبطل أوكل منسف؟ لا طبعاً. إذا ما سندويش فلافل ولا 500 ليرة سندويش فلافل. بالضبط. زلمة داير وراء عضلاته. تتزوج واحدة عندها ست خوات كسرات ولا رقاصة ما عندها ولا أخت؟ لا طبعاً رقاصة ولا أخت. قال ما فيها بتسلى بس. بالضبط. أنا ناقصني أتزوج هي والعيلة. كان رقاص هي اللي بتقول شو ما كانت السمعة بتمشي. تشتغل سكيورتي بنادي ليلي ولا مؤلف أغاني لحمو بيكا؟ لا مؤلف أغاني لحمو بيكا. شو ممكن تكتب له مقطع هيك هسه لو بدي أقول لك فكر لي في مقطع لحمو بيكا بدنا نبعث له إياه، شو ممكن تبعت له؟ مثلا عادي شيء جد. البوبي هب هب هو هو. بس بس جاوب نو نو. ايوه. وبين الهبهب والهوهو مو مو طار الضو طارت الشمس وطلع الضو مثلا هيك بقى. بحط طب اضيف لك انجليزي. لا ما بهضك اضيف بالعربي مش بس. حلو. ممكن تكون يا شريد الزعبي ميك اب ارتست ولا موديل؟ لا موديل. حسنا موديل. موديل شريف بدنا زراعه بدنا شفر يا زلمه موديل برو ما بزبطش يا زلمه بزبط يا زلمه اي والله بزبط بس كثير بدك يعني بدك شهرين بتركيا شهرين ليش لا موديل كما انا موديل الاحجام الثقيله الاحجام الثقيله بالضبط بتعتبر كرشك فضيحه ولا هيبه هيبه طبعا باليوم كم مره بتفقع طبله كثير اسمع انا لما انعجق وعصب بفقع طبول طب يعني مقضيها بالضبط مقضيها هيك انا خصوصا المعصب مثلا انا وسامه مدير الانتاج بالشركه تلاقيني هيك بعدين انت فاهم على السريع بشبك على المعده على السريع ابو الزعبي متى بتحس حالك هبيله لما اهلك يصحوك من النوم تعمل شغله وفي اخواني لك صاحيين غيرك ولا بنت خلتك تجيب لها هديه غاليه
ولا مديرك بالشغل يوعدك يرفعك يقول لك شد حالك من هون لاخر الاسبوع، واخر الاسبوع بيعرفك على مديرك الجديد اللي جاي من برا. هاي الاخيره كلام صاير يا زلمه ولك هاي كلام، انت حطيت ايدك على الوجع، حطيت ايدك لا مش صايره، بس هي هاي الاخيره قال شد حالك. ايوه شد حالك في الشغل من هون الاسبوع بالضبط. بعد اسبوع طلال مديره مديري، طب وانا اللي سنه بخمس في الشركه. ابو الزعبي لو اكتشفت انه صاحبك بيستغلك بالفلوس بتقطع علاقتك فيه؟ بتواجهه بتقول انت زلم استغلالي، ولا بترجع حالك بتفكر وترجع فلوسك بنفس الطريقه اللي اخذهم منك؟ لا بواجهه. طب فلوسك عادي؟ لا اخوي انا بضلني لرجع المبلغ نفسه بعدين بواجهه. واجهته. انت بدك لا ما مش ترتيب، فكرت بدك اجابه. برجعهن ابو الزعبي، برجعهن. برجعهن بس لازم اواجهه اول شيء. اوكي السؤال اللي بعده بقول لك، زواج على السن بالعشرينات ولا بالثلاثينات ولا بالاربعينات؟ ما لهاش دخل العمر ابدا ابدا. بقول لك على الستين، لا هو سامع شو بتحكي ولا يفهم عليه الزواج يدوب لا ما بضل ترى متفاهمين. لا بس الزواج ما لهش عمر، حرام تحكم والله، حرام تحصره طبعا. والله انا يا شريف بحس اخر العشرينات اول الثلاثينات. لا لا ما لهاش دخل يعني، انا والدي 77 سنه ولكن روحه ظلم 20 سنه يا سيدي يعني. الله بالضبط، تروح له الصحه يا رب. امين امين. عبر هاي الرساله بنحبك يا عمي. ابا ابا ابا. طبعا خلصنا فقرة هيك وهيك على اللي بعديها. هسا عندنا عادات وتقاليد موجودة، بس هي مش عادات وتقاليد، هي أصبحت عادات وتقاليد. هي يعني مع الوقت صارت هيك. وهي كويس إنك حكيت هاي الجملة. لأنه هاي شريح كلها إحنا مش عادات. لا لا لا، إحنا مش هيك، إحنا أحسن من هيك بكثير. بس الزمن الوقت جر علينا خلانا إنه نصير هيك. برضو مناح هيك. طبعا طبعا. إنه إحنا أحسن ناس، إحنا بنحب حالك. وين بتكون يا شريف الزعبي ذبلة الزوج الأردني دائما؟ بالحمام. بالمغسلة. فش هناك لازم. مستحيل. نوما هنيئا لأطفالكم، وين بتكون مكتوبة؟ على كروت العرس. وين بكون الأعراس؟ وين بكون الأطفال يوم العرس؟ على البست. العريس والعروس بكونوا نايمين. الأطفال على اللوج. على اللوج. بعدين بتكون قاعدة تطلع أولادها، طلع ما احنا مبسوطين. مبسوطين لهم. العريس العروس بدهم يشقوا الاولاد بالصين. بعدين بتلاقي هذا في بعض الاطفال في موقف كثير بصحة بتضحك، الطفل اللي بفوت تحت فستان العروس بتقعد تدور عليه واللي بدعس على شو اسمها هاي اللي وراها، شو اسمها الطرحه تاعيتها. ما هي برضه هي الطرحه، ما لسه البنات اذا الطرحه مش بالصاله اللي جنبيهم ما بتلبسها. لازم الكل يعرف انه في عروس في هاي القاعه، في واحد قاعد تتجوز هون. لا تحسب حسابي بالاكل لاني عامل دايت. مين بحكيها؟ هذا اللي انا لما انا اكون ناوي اصفح. ما تحسب بنزل براس سباحه سباحه. انا هاي دائما بحكيها. لا تحسب حسابي بالاكل. دوحل. هسا في 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 طبقه ثانيه اللي هو تطلب ليش انا بديش اكل، فانت بتكون طالب لإلك، هي بتصفي الوجبه له، بتصفي انت اللي تطلب ليش يعني. اللي طالب الاكل هو اللي حكى تطلب ليش. او الطفران. لا 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 برو لا. الطفران وجوعان بس بكون بياكل. قال هسه ماكل وجاي. لما واحد يقول لك يا اخوان هسه ماكل وجاي، جيب وجبتين. وجبتين جيب دبل الوجبه، لانه راح يصير يقول لك العين بتاكل، بعدين يقول لك والله حابه اشاركك، بعدين يقول لك الثاني اكلت بعدين المرخين ياكلوا. شريف زعب في مقوله بتقول لك انا بكره راح ابلش اشتغل بالحرام، مين بحكيها؟ هذا اللي بكون خسران شيء بالحلال. 300 ليرة. واحد شاري فوانيس رمضان ب 300 ليرة. مش ظابطة معه عكم، بقول لك أنا من بكرة بدي أبلش أشتغل بالحرام، إنه يعني هو بالحرام أرقامه عالية. برضه حيشتغل فيه برضه حيخسر. يعني هي برضه هيك. هو راح يكون خسران، بس هو بفرجي الناس إنه طالما هو بالحلال أموره دايقة. لا يا حب، أنت مطنجر يا حب، أنت مطنجر. مرة قريت إشي على الفيسبوك، قال واحد كاتب حدا عنده طريقة انتحار إسلامية. فواحد قال له انتحر بسلك الزينه تبع رمضان. واحد قال له نط من فوق بيدني. اذا الفيسبوك اقسم بالله. ايه بس هم هيك، بعدين هم حتى هذا اللي نفسه ابو 300 ليره اذا مرق من جنب فيلا، اذا ما هذا بتعرف شو بيشتغل، هو ما بيكون بيعرف. اذا ما يعني هذاك تقنعني. لا كلها بالحلال. الصوره النمطيه اللي عندنا يا حبيبي.
تقنعني كل لفظ بالحلال. يا ورد. ليش انت ضيع عليان لما قالوا عنك تطلع 12,000 دينار بالشهر؟ كذب كذب والله ورحمة ابوي كذب. رب الكعبة ما مشاهير السوشيال ميديا بنرضى معهم مش يوم. والناس تحبهم مش ولما يشوفوا خبر عن واحد انه مثلا هذا صار عنده هيك يلا خلصت منه يلا هذا هيك الشعب كله على المجرة. الشاب الاردني ابو الزعبي كيف بقنع البنت تفتح معه كاميرا فيديو كول؟ اول شيء بده يحسسها بالامان الكلامي. اللي هو انت بتخصني، انت بتخصيني، انت بتخصيني، انت مرتي. ما كنت مش فاهمه، انت مش فاهمه. حلو ولك انا من زمان راسم عليكي. ولا وانت من ايش قلقانه؟ بالضبط منك منك انت اللي قاعد تحضر منك قلقانه هي منك. بعدين ايش بقول لها؟ اسمعي خلاص افتحي كاميرا، هاي ستاندرد، وانت ما تفتحي بس شوفيني. لا هذا بده يحط هو رجل، بده يفوت، اضمن هو بده يفوت بعد 3-4 دقائق. طب افتشيل الكاميرا، هو غلط، ما انت شايفيتني واحدة بواحدة. لا هي ما بدها تشوفها، هي ما بدها تشوفها يا ورد. عيب، استحي استحي. اتصد اتصد انا هاي هن الثلاثة اللي حكينا عنه اول شيء. ابو الزعبي انا اعطيك العافية. طبعا ابو الزعبي هاي الفقرة سريعة. انت زلمة موسيقي وكل ما حدا تسمع حدا بغني وليك جسمك يصير يحك، تخش عليه بتصير تعمل بعدين اي واحد حتى لو بتهبل شو بيسبب بوقف جنب بيسبب بسبح مالك ورد ايش فيه؟ هذول للتسبيح مش للدوري مي باسول. لا هذول لا مش موسيقيات، هذول تسبيح معلم. هذول الثلاث هذول تسبيح والاكل والاكل والمناسف، هذول للتسبيح والمناسف بس. بدي العبك لعبه سريعه تمام، موسيقيه، لعبه موسيقيه عشان اتست صوتك. بلا لطيف صوتك بس يعني حلوه يعني. يلا قول. بعطيك اسم فنانين اثنين، اقول لك يا هاد يا هاد، يعني بشنط الاسم هذا وهاد، انت شو بتحكي لي هاد وبتغني له مقطع. اوكي يلا. تمام يلا. حسن شاكوش ولا حمو بيكا؟ لا حسن شاكوش. سمعني. حبيبتي افتحي انا جيت. ايش كان بحكي؟ حبيبتي ايوه افتح شبك انا جيت. بعدين وقف انا واقف تحت البيت. هو في اغنيته مع عمر، بعمل زيت وزيت مع عمر كمان. وحشتيني. ايش كان في واحده اللي بتجيبها من عالي من فوق اللي هي تعيت بنت الجيران شغله وجيني تلاقيني لسه بخيري قلنا لا لا غيري ايوه انا جاي. مش حتى لما اغني اوكي. أصالة ولا نانسي؟ لا أصالة. سمعني. لو ما رجعتش لي بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش إن الثانية في بعدي سنة، لو ما أمنتش إن الجنة في حضني أنا، ما بقاش أنا. الله عليك. ما فيش حاجة تيجي كده. اهدى حبيبي. إيه سمع؟ تامر حسني، تامر حسني أيوة. عمر عبد الله، عبد الله طبعا. وقطع فيش يا زلمه جمعتنا صحيح. وسع الميدان يا بايها، وسع الميدان والفرحة للصبيان، والعز لك والفرحة للصبيان. عمورة نحبك بالزيف برشا، نحبك هنا من الجزائر ومن المغرب العربي، نعشق انك عمر برشا برشا برشا. سارة زكريا ولا ريم السواس؟ مين؟ سارة زكريا ولا ريم السواس؟ مين هذا؟ بيبي بيت بعيد. بيب خلينا نروح بيت بيت بعيد. بيبي عرفتها؟ شو مالك يا زلمه؟ عرفتها؟ فكني من جوك يا زلمه. عرفت الاغنيه؟ بسمعها دائما محلات بلاي. بيبي حل عني يا زلمه. هاي عيب اخوان. لا هاي ما بتخش تبعها على يوتيوب. بزبطش. بيبي لا نروح بيت بعيد. بيبي صغيرون ايش في؟ يعني ايش في ونجيب بيبي لا لا عيب. المهم طبعا ابو الزعبي خلصنا فقره الاغاني، طلعني من المود باغنيتي المفضله بسرعه. طلعني من الحلقه كلها باغنيتي المفضله. طبعا ضياء بحب اليمني يا اخوان. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق كلا، ايش اوجاني
شباكك وانا عيني تقول لا تعذبني والا صرت وتركت المكلك. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق كلا، ايش اوقاني في شباكك وانا عيني تقول لا تعذبني والا صرت وتركت المكلف.